هذه وقفات مختصرة مع بعض الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها الصلاة مع البعض ليس الكل. أسأل الله للجميع الهداية والبصيرة. الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. سبحان الله، بعد توفيق الله عز وجل هذان سببان، الصبر والصلاة، بهما بعد توفيق الله عز وجل تخفف عنك كل الأمور، ما يتعلق بأمره جل وعلا القدري وبأمره الشرعي. كيف؟ يعني الاستعانة بهذين الأمرين فيما لو نزلت بك مصائب أو بلايا هذه تخففها. أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عند أبي داود: إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. سبحان الله، كيف تضيع هذه الصلاة؟ لكن لماذا هذا التفريط من هؤلاء؟ نسأل الله لنا ولهم الهداية. هي ثقيلة عليهم، وإنها لكبيرة، أي ثقيلة، إلا على الخاشعين، لأن من خشع وسكن قلبه لله عز وجل أقبل على هذه الصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لماذا هؤلاء الخاشعون؟ لأنهم يستحضرون أنهم سيقابلون الله، نصب أعينهم ما يكون في اليوم الآخر، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فمن جعل نصب عينيه الدار الآخرة خشع قلبه، وإذا خشع قلبه فإن هذه الصلاة تكون سهلة مخففة عليه. بل لهم البشرى، هؤلاء هم المخبتون. قال جل وعلا: وبشر المخبتين. المخبتون المتواضعون المتذللون الخاشعون. وبشر المخبتين، تأمل معي في صفات هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا ما يتعلق بما يذكرونه من وعيد الله عز وجل يوم القيامة، وجلت قلوبهم. والصابرين على ما أصابهم، تأمل واستعينوا بالصبر، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انظر كيف جمع بين الصبر وبين الصلاة. ولذلك قال عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه فائدة أخرى، إقامة الصلوات تكفر عنك السيئات، وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك أي ما ذكر، ذكرى للذاكرين، لمن وفقه الله عز وجل وتذكر. ما الذي بعدها؟ ذكر الصبر واصبر. ما ختام الآية؟ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحان الله، إذن إقامة الصلاة سبب لأن تكون من المحسنين. بل نص ابن عباس رضي الله عنهما على أن المحسنين هنا أن هؤلاء هم المصلون، وإن كانت الآية تشمل. انظر، لما تصل درجة الإحسان يفتح الله لك أبواب الرزق والخير. نعم، يوسف عليه السلام لما جرى له ما جرى وأتاه إخوته وعرفوه قالوا: وإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ما الذي بعده؟ إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
يفتح الله لك أبواب الخير. ألم يقل الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. القرطبي رحمه الله يقول في تفسيره: الصلاة سبب من أسباب الرزق. ابن كثير رحمه الله يقول في التفسير عند هذه الآية يقول: إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب. هذه عبارة ابن كثير عند هذه الآية، يقول: إذا أقمت الصلاة لا نسألك رزقا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال: إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب. قال رحمه الله: لأن الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. خيرات تتدفق، والناس يشتكون من قلة الأرزاق ومن قلة ما في أيديهم. وأعظم الأركان بعد الشهادتين وهي الصلاة قد ضيعت، فكيف تأتي الأرزاق؟ على الأفراد أو على الأسر أو على المجتمع؟ نسأل الله أن يلطف بنا.